في الجامعات في الدول العربية هي عبارة عن جامعات فقط تقدم المواد الأكاديمية للطلاب. تفاجأت أنه في الدول الأوروبية الجامعة ليست فقط جامعة، وإنما تقوم بحل الكثير من المشكلات الموجودة في الشركات الأوروبية الضخمة، وهي مسؤولة بشكل رئيسي عن جميع الأبحاث وجميع الأمور اللي بتتطور فيها البلد. اسمي يحيى الخالدي، مهندس اتصالات والكترونيات، موجود في النمسا من عام 2018، وحاليا بشتغل مع فريق في جامعة تقنية بفيينا في مجال الفضاء، وتحديدا في مشروع يسمى كيوبسات 1 تابع للمركز التقني لجامعة فيينا. درست هندسة اتصالات والإلكترونيات في الأردن. في عام 2016 حصلت على المركز الثاني على مستوى الجامعات الأردنية كأفضل مشروع مبتكر. بعد حصولي على المركز الثاني تم احتضاني من قبل حاضنة شمال ستارت موجودة في مدينة إربد لتصميم مشروع اللي اشتغلت عليه، تصميمه بشكل عملي وتنزيله على أرض الواقع. حضرت مؤتمر في العام 2018 في الأردن وشرحت عن هذا المشروع، وكان موجود في المؤتمر عدة شخصيات من عدة سفارات أوروبية. عدة أشخاص اقترحوا علي أني أطلع على دول أوروبا، إن كان النمسا أو بريطانيا أو إيطاليا، لطرح هذا المشروع في أحد المؤتمرات اللي حصل في عام 2018، وقدمت إلى النمسا. طبعاً بعد مجيئي للنمسا في عام 2018 تقدمت لي جامعة جراتس بدخول ميكرثون، اللي هو عبارة عن مسابقة لخبراء وفنيين ومهندسين في مجال الكهرباء الميكانيك. فتم طرح مشكلة من إحدى الشركات اللي تسمى AVL، اللي هي مسؤولة عن تيستينج للسيارات. بعد طرح هاي المشكلة تم تقديم عدة حلول لتطوير عملية التيستينج للسيارات، والحمد لله رب العالمين حصلت على المركز الأول كأفضل فكرة موجودة في عام 2018. بعد حصولي على المركز الأول في عام 2018 تم دعوتي في عام 2019 لحضور مسابقة ثانية موجودة في نفس الجامعة في المركز التقني لجامعة جراتس، لكن من شركة مختلفة اللي هي شركة أندريتس. كمان شركة أندريتس هي شركة ضخمة جدا بتصنع خطوط إنتاج ومسؤولة عن تصميم التوربينات لتوليد الطاقة الكهربائية. فكمان كان عندهم بإحدى خطوط الإنتاج اللي عم يقوموا بتصنيعها، كان في عندهم مشكلة في خط الإنتاج، وطرحوا هاي المشكلة على المركز التقني للجامعة، ولله الحمد كمان حصلت على المركز الأول في هاي المسابقة. منظمة الفضاء الأوروبية إيسا طرحت مشروع في عام 2017. هذا المشروع ضخم جداً، وتم دعوة عدة جامعات أوروبية للمشاركة في هذا المشروع. طبعاً كانت جامعة فيينا التقنية هي جزء من الجامعات اللي تم دعوتها للدخول في هذا المشروع. جامعة فيينا قامت بدعوة الطلاب أصحاب الكفاءات للمشاركة في هذا المشروع ضمن مؤهلاتي. طبعاً باعتباري مهندس اتصالات وإلكترونيات تم دعوتي لأنه أكون جزء من هذا المشروع، وتم الموافقة لدخولي ضمن هذا الفريق المؤلف من 122 شخص. طبعاً نحن ما بنعرف كل شيء عن هذا المشروع، بنعرف الأمور اللي نحن لازم نشتغل فيها، مثل ما بنعرف مشروع قمر صناعي مشروع ضخم جداً، فبتم تقسيمه على فرق، وهي الفرق كل فريق مسؤول عن شيء معين. فنحن الفريق المؤلف من 122 شخص تقريباً مسؤولين عن الجزء الإرسال واستقبال البيانات من هذا الكيوبسات. المشروع مبدئيا حسب معرفتي بهذا المشروع راح يتم اطلاقه بعام 2024، وراح يتم استخدام لاول مره بعض انواع الحساسات اللي راح ممكن تلتقط بعض انواع البيانات اللي يمكن لاول مره يتم استقبالها من الفضاء.